اختتمت فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري الفرنسي أمون 22، والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بعدد من القواعد الجوية المصرية وبمشاركة عدد من المقاتلات متعددة الطرز. اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك أمون 22، والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بعدد من القواعد الجوية المصرية وبمشاركة عدد من المقاتلات متعددة الطرازات. واشتمل التدريب تنفيذ العديد من المحاضرات لتبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية في التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة، فضلاً عن تنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لمجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام. كما تضمن التدريب تنفيذ عملية تزويد الطائرات بالوقود في الجو، وتنفيذ أعمال الاعتراض الجوي لصد هجوم جوي معادي ضد أحد الأهداف الحيوية، والتي عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راق وقدرة عالية على إدارة العمليات الجوية المشتركة. كما نفذت مجموعة من المقاتلات المشاركة بالتدريب تشكيلاً جوياً فوق سطح أهرامات الجيزة، أبرزت مدى الدقة والكفاءة التي يتمتع بها الطيارون من كلا الجانبين. وعبر تقنية الفيديو كونفرنس ناقشت العناصر المنفذة سبل التعاون في التخطيط والتنفيذ للعمليات الجوية المشتركة بنجاح. يأتي التدريب أمون 22 تعزيزاً لأواصر التعاون العسكري بين القوات الجوية المصرية والفرنسية.